ما اقدرش النهارده اتجاهل خبر ارتفاع اسعار الدواجن، لان كيلو الفراخ زاد في خلال 48 ساعه 2 جنيه. انا كمستهلك كنت باخده ب 29، النهارده وصل ل 31 جنيه. تسليم مزرعه كان من يومين ب 27، النهارده ب 29. حط عليه 2 جنيه ليا كمستهلك، الزياده كبيره. ليه؟ لانها مرشحه للتزايد خلال شهر رمضان. ما دي مشكلة أيضا. يعني في أحد المولات التجارية اللي هي السوبر ماركتات والهايبرات الكبيرة، أحد يعني السادة المشاهدين بعت لي صورة عايز أعرضها عليكم. الصورة سعر الفرخة فيها متجاوز، يعني لا اعرضوا الصورة وخلي المشاهد يشوفها. اعرضوها على الشاشة وراي. مكتوب عليها 112 جنيه كيلو 700 جرام. يعني ما ده بقى بيعمل لي رعب. يعني ايه فرخه كيلو 700 جرام ب 112 جنيه؟ دي اكيد طبعا مع جنسيه امريكيه او بريطانيه، ما ينفعش نتعامل معاها انها فرخه بيئه زينا. يعني خلينا نعرف ايه اسباب ارتفاع اسعار الدواجن حاليا، وهل هي مرشحه للزياده في رمضان؟ تفاصيل اكتر مع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. كل سنه وانت طيب يا دكتور ثروت. انت بالصحه والسلامه محمد. ايه الصحه يا فندم؟ الله يخليك. عاوز اعرف في حضرتك ايه اللي خلى في خلال الساعات البسيطه الماضيه يقفز كيلو الدواجن 2 جنيه؟ مين سعادتك اللي بيقول ان اولا بعد اذنك الدواجن غاليه؟ انا اقول لسعادتك الاسبوع اللي فات كان الدواجن ب 26 جنيه، من اربع ايام. لا لحظه، لما حضرتك بتحدد سعر، ده سعر مزرعه ولا سعر مستهلك؟ لا ده سعر النهارده، سعر المزرعه. المزرعه 26 جنيه. نعم، احنا اتحاد منتجي الدواجن مسؤولين عن الانتاج والانتاج وفقط لا غير، تمام؟ نعم. فسعر المزرعه النهارده طبق البيض من 32 جنيه ونص ل 28 جنيه سعر المزرعه. كيلو الدواجن بتتراوح ما بين 24 و26 جنيه. نتكلم سعادتك بعد اذنك بشويه معلومات. نعم. ونقارن الوضع بتاعنا بالسنه اللي فاتت. نعم. السنه اللي فاتت في مثل هذه الايام قبل رمضان باسبوعين كانت الدواجن وصلت اسعارها 30 31 جنيه سعر باب المزرعه، تمام؟ نعم. السنه دي احنا بنتكلم النهارده قبل رمضان باسبوعين او اقل، واخد سعادتك بنتكلم 24 26. اذا في انخفاض اكبر. المستهلك فين بقى؟ بيوصل للمستهلك بكام؟ حوصل لسعادتك دلوقتي، حوصل لسعادتك عشان برضه ايه نجاوب على كل الكلام. في نفس الخط ده الانتاج المحلي، انتاجنا المحلي بالارقام 3.5 مليون دجاجه محلي يوميا. نعم. اكثر من 40 مليون بيضه مائده، ما فيش بيضه واحده مستورده. نيجي سعادتك للنقطه على الجانب الاخر، في دواجن متاحه في الجمعيات وفي منافذ منافذ القوات المسلحه وغيرها ب 17 جنيه، وفي السوبر ماركت برضه موجوده ب 17 جنيه وبكميات فيها اتاحيه اكتر من السنه اللي فاتت، بالعكس بكميات اكتر من المطلوب. فما فيش النهارده عجز، الاسعار بالنسبه للسنه اللي فاتت اقل 20%، رغم ايه؟ اسعار الاعلاف زادت النهارده في سن العلف للسنه اللي فاتت في مثل هذه الاوقات بتتكلم في 6200 جنيه، النهارده 7200 جنيه، فانا بتكلم في اكتر من 17-18% زياده في اسعار. يعني سعر المستهلك النهارده كام يا دكتور سعر؟ بيزيد عن سعر المزرعه في حلقات تداول ما بين تاجر الجمله والتاجر الوسيط والتاجر الصغير، كل واحد اللي بياخد له نص جنيه ل 75 قرش في الكيلو، بتوصل بيزيد عن سعر المزرعه من 3-4 جنيه حسب الاحياء. انا سمعت كلمه رقم من سعادتك دلوقتي. ده في احد السوبر ماركتات الكبيره. لا ده واحد، يعني انا رقم غريب بالنسبه لي وما اعرفوش وما اقدرش اقره. انا بقول سعادتك الدواجن سعر المزرعه قابلها اكتر من اسبوعين رغم دخله رمضان. احنا عندنا مشكله برضه محمد، دي اتكلمنا مع سعادتك فيها قبل كده. احنا في المواسم بتاعتنا بنحتفل بيها بالاستهلاك. نعم. الناس بتيجي قبل رمضان والكونسامشن او الاستهلاك بيزيد بنسبه 130 و140 و150%. نعم. الناس تبدا تخزن بلا منطق. اللي بياخد فرخه عايز ياخد اثنين، اللي بياخد اثنين عايز ياخد اربعه،
عشان اخزن الاستهلاك الزائد ده كله. ده برضه ثقافه استهلاك. يعني انت راي حضرتك عندنا. لو المواطنين ما عملوش هجوم على الدواجن خلال الايام القليله القادمه الاسعار ممكن ترجع شويه؟ هترجع اكيد. في عرض غير طبيعي، انتاج غير طبيعي محلي، وفي اتاحيه في المستورد بطريقه مصر ما شفتهاش قبل كده. الدوله بتجيب دواجن النهارده ب 31 جنيه بتبيعها ب 17 و16 جنيه بتخسر فيها 50% من تكلفتها. في اتاحيه في الدواجن بشكل غير طبيعي. فالمشكله النهارده هي نمط الاستهلاك بيزيد شويه. طب انا اقول لسعادتك على حاجه، ان شاء الله بعد رمضان بالاسبوع واحد الاسعار هتنزل عن الاسعار الحاليه 15 و20%. خبر سعادتك بعد العيد ان شاء الله علينا. يعني بتتكلم في 21 و22 مزرعه؟ ايوه ايوه. على فكره 21 في المزرعه دي يا فندم، احنا قعدنا من شهر 10 اكتوبر اللي فات لحد شهر 3 سعر الدواجن كان في المزرعه 16 جنيه و17 جنيه. ليه ما حدش اتكلم في الاعلام وقال الحقوا المربين بيخسروا يا جماعه؟ المرب اللي عنده كهرباء النهارده متزايده متضاعفه، اللي عنده ميه متضاعفه، اللي عنده قريبه ضريبه عقاريه لا منطق لها، ومع ذلك قعد اربع خمس ست شهور طيب بيعمل ست دورات. خليك معايا دكتور ثروت، معايا على التليفون الاستاذ عبد العزيز السيد، الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن في غرفه القاهره التجاريه. مساء الفل دكتور عبد العزيز. مساء النور بيك استاذ محمد وبالساده المشاهدين. انا معايا على التليفون ايضا دكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. عايز اعرف من حضرتك سعر كيلو الدواجن النهارده. دكتور حضرتك يا دكتور. دكتور عبد العزيز. عايز اعرف سعر كيلو الدواجن النهارده دكتور عبد العزيز للمستهلك بكام؟ الدواجن النهارده يمكن في المزرعه ب 26 جنيه بتتباع، يمكن النهارده بتتباع ب 29 مستهلك. الدواجن بتتحرك في 2 جنيه صعودا وهبوطا. ديت الوضع الحالي النهارده. البيض يمكن ب 27 جنيه بيتباع ب 31 جنيه. دي الاسعار المتداوله النهارده في الظروف اللي احنا فيها حاليا. خلال شهر رمضان تتوقع اسعار تثبت ام ترتفع؟ انا يعني دائما وابدا دائما وابدا ان احنا انتاجنا في رمضان بيبقى زايد الحمد لله، وانتاج جيد ما فيش فيه مشاكل. يمكن بيصل انتاجنا الى 2.2 مليون طائر، وده طبعا لان كل الناس اللي خسرت في فصل الشتاء وطلعت من المنظومه بتحاول تستعيد خسائرها تاني، لان رمضان يعتبر موسم بالنسبه ليهم. نعم. عشان كده بيخش المنظومه فالانتاج بيزيد. فانا انتاجي بيزيد، فانا متوقع حتى لو حصل اي ارتفاع لن يزيد عن 10% لمده يومين او ثلاث ايام فقط لا غير، لكن بيعود الى طبيعته مره اخرى، وده واضح من كل السنوات. بس دكتور عبد العزيز الاسعار اللي بتقولها يعني لما تنزل لارض الواقع في السوق الكيلو وصل ل 31 جنيه مستهلك في بعض المناطق. الكلام ده اتقال ليا، لكن انا بقول لحضرتك احنا لما بنقول النهارده السعر 26 جنيه في المزرعه، انا ايه ذنبي ان يوصل 31 جنيه؟ ده يمكن 26 جنيه في ظل ارتفاع الاعلاف وفي ظل ارتفاع الكهرباء والميه والدنيا كلها اللي مرتفع، وفي ظل الامراض الوبائيه والخسائر اللي بيمنى بها سواء صغار المربين او كبار المربين، كل ده يا دوبك الانسان بيعمل. لكن انا الحلقات الوسيطه وده اتكلمنا عليه مره واثنين وثلاثه وعشرين. نعم. انا ماليش ذنب فيها، لكن في رقابه، واحنا عشان كده بنقول في اسعار استرشاديه يتم خروجها من الغرف التجاريه، بنقول السعر الاسترشادي كذا كذا. ليه بنقول سعر استرشادي؟ عشان حضرتك لما تروح تجيب يبقى انت عندك فكره ان السعر في المزرعه قد كده، المفروض لا يزيد باي حال من الاحوال عن اللي احنا بنقوله اللي 29 او 30 اقصى حد. كلمة أخيرة دكتور ثروت الزيني. سعادتك أصبت نقطة مهمة جدا وهي حلقات التداول، وأبشر حضرتك برضو إن في اتفاق حاليا ما بين اتحاد الدواجن ووزارة الزراعة إن في النهاردة شركة بتتكون شركة تسويق عشان تخفيض حلقات الدواجن ما بين باب المزرعة والمستهلك، وده أعتقد هيبقى في صالح المستهلك وفي صالح المربي، إن المربي إذا ما عملش هامش ربح بسيط مش هيستمر. فدي لازم نحافظ النهارده. انا شايف احنا دايما بنتكلم في الاسعار العاليه، ما حدش قال البيض رخيص ليه النهارده؟ معاك حق. ما حدش قال الدواجن النهارده ليه قعدت اربع خمس شهور النهارده المربين بيخسروا؟ يا جماعه احنا في ايدنا صناعه كبيره جدا فيها عماله كثيفه، في انتاج مميز النهارده، انتاج ضخم. نعم. يا ريت نحافظ عليه، يا ريت ندعمه. اشكرك دكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبشكرك دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن في غرفه القاهره التجاريه.